البنت مريضة نفسية، صار عندها فوبيا من الناس، وبتسترجي تفوت على السوشيال ميديا لحتى تشوف حالها هي وعم تغتصب. حاسة الاغتصاب رح تغير لها سلوكها وطريقة تفكيرها، رح تحاول تطلع من مصيبتها بحيالها طريقة. بس شو بخصوص جروحاتها النفسية لما المجتمع ما بيرحم يدل عليها بالإصبع؟ هو اعتدى عليها بالأول. وانت ماما انت اعتديت على البنت كمان؟ في فحوصات طبية وفي تحقيق. لك مختص بنت قاصر عم جرب خلصك من الحبس. طول ما انت بريء انا حدك.